من هذه المنصة المتكاملة لفنون التصوير وعشاق التصوير وفن التصوير الفوتوغرافي. مشاهدينا نحن مستمرين معاكم في هذه التغطية الحية والمباشرة ومشاركة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية اللي بدورها تحرص على تقديم الكثير والعديد من الفعاليات اللي بدورها تستهدف كل من يعشق الصورة. يسعدنا نرحب معاكم مشاهدينا بالأستاذ طارق صباغة المدير العام في شركة دولتشي فيتا. يسعد صباحك أستاذ. يا هلا، يسعد صباحكم. يا هلا مرحبا، حياك الله. حيا فيكم. في البداية نتكلم ونتحدث عن مشاركتكم في مهرجان إكسبوجر لهذا العام. تماما، هذه تقريبا المشاركة لنا رقم 3، ولله الحمد بعد النجاح اللي لاحظناه بالمشاركات السابقة مصرين احنا ونهتم بالمشاركة كل عام بمهرجان إكسبوجر. الهدف طبعا من المشاركة هو إطلاع الجمهور المصورين وكل ما له علاقة بمجال التصوير. نعم. بآخر المنتجات الشركة تبعتنا، مثل ما بنعرف نحن عالم الصور والتصوير والألبومات اللي نحن مختصين فيها هو عالم متجدد. نعم. دائما بكل عام في دائما طرازات وأشكال جديدة بنحب ننزلها نحن، وبنختار عادة المعرض أنه يكون منطلق لهذه التشكيلات. جميل. أستاذ طارق، حدثنا عن المشاركة أو الجديد هذا العام. تماما، مثل ما ذكرنا أنه عالم التصوير هو عالم خلاق، فلازم دائما يكون في أفكار خلاقة جديدة. على سبيل المثال هذا العام حاولنا ندمج، أول شيء نحن أضفنا الشاشة زائد طباعة الألبومات أنه يكونوا الاثنين في مجموعة واحدة. رائع. وعملنا هذا الألبوم الجديد اللي بيضم شاشة زائد ألبوم مع بعض. رائع. هذا واحد من التشكيلات الجديدة لهذا العام. حلو. بالإضافة دخلنا شاشات كبيرة، لأنه مثل ما بنعرف الحين الصورة والفيديو صاروا الاثنين تقريبا مشتبكين مع بعض. من زمان كان عالم شوي منفصل. صحيح. الحين الميديا صارت مشتبكة، فدخلنا شاشة كبيرة بعرض 10 إنش. ألبوم رقمي يعني. ألبوم رقمي. تماما، ألبوم رقمي، ولكن أنت ممكن تستخدم الصورة كسلايد شو، وممكن كمان ينزل الفيديو على شكل أفضل المقاطع الفيديو بالأعراس أو أي مناسبات أطفال أو أي من المناسبات المهمة لحياة الشخص يعني. نعم. أستاذ طارق، كيف اليوم وظفتوا التكنولوجيا وكيف ساعدتكم التكنولوجيا في أنكم تطورون من الألبومات اللي تعرضونها وتقدمونها؟ كذلك نتكلم عن أهمية الدمج اليوم ما بين الفنون والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. والله صراحة سؤالي كثير حلو وجدا في موقع. طبعا مع تطور التكنولوجيا بشتى المجالات، إن كانت التكنولوجيا الطباعة الرقمية أو خلافه، اليوم صارت أنت ممكن تقدري تمسكي هذه التكنولوجيا مع أفكار خلاقة، تقدري تعملي منتجات جدا جدا رائعة. فمن هالمنطلق هذا نحن اليوم الحمد لله يعني قدرنا نقدم منتجات أكثر تشكيلا، متقدمة أكثر، أحلى. زائد زي ما ذكرنا قبل شوي هو دمج الفيديو مع الصور بالمونتاج، اللي تقريبا نقدر نظهر اليوم، يقدر المصور يظهر بعد ما يكون التقط الصورة الحلوة وتعب عليها بكل شيء من زاوية وإضاءة ولاي اوت، يقدر هذا المنتج يقدر يحطه في باكجينج حلو ليكمل العمل، لأنه بالنهاية هو عمل متكامل. صحيح. التقاط الصورة الرائعة محتاجة كمان لباكينج رائع لنقدر نطلع بمنتوج رائع. صحيح. من الأول للنهاية. خصوصا اليوم أغلبية الكاميرات الحديثة وخصوصا المختصة بالهواتف الذكية تلتقط صور اللي هي لايف فوتو أو الصور الحية، واللي هي تشمل على صوت، فبالتالي ممكن صورة جميلة ولكن حتى الصوت المرفق فيها يكون أجمل ويدل على الحدث نفسه، مثلا كان شلال أو منظر طبيعي أو أي صوت آخر، فبالتالي يعطي جمالية أكثر. فحلو اليوم هذا المشروع اللي اشتغلتوا عليه يعطي أو ينقل الصورة بطريقة رائعة الصراحة. تماما. وإذا نحن بنلاحظ الأيام هذه معظم كمان التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي قاعدين عم بيقوموا هم ببعض البرامج عملية التقاط صور متكاملة، إن كانت فيديو حتى بموضوع الفيديو صار فيه مونتاج. إذا الواحد مثلا عمل زيارة سياحية لمكان ما، وبتلاقي بعد فترة بيبعث لك منصة التواصل الاجتماعي فيديو صغير أو كليب
مرتبط بالصور عن هذه الزيارة. طبعا هذه الزيارات انت ممكن توثقها بعمل مثل هذا كفيديو وتحتفظ فيهم، لأنه طبعا أثبتت اليوم الاحتفاظ بهذه المناسبات عن طريق الطباعة أو الألبومات هي الطريقة المثلى، لأنه ممكن عن طريق تخزينها عن طريق الكارتات أو عن طريق الهارد درايف ممكن لا سمح الله نفقدها بأي وقت ما. ففي نهاية الطباعة والتنزيل هذه عن طريق الألبومات هي الطريقة الأفضل للحفاظ للذكريات. نعم. صحيح. شو بالنسبة للبرامج اللي تحرص شركة دولتشي فيتا على تقديمها لكل من يزور المهرجان الدولي للتصوير؟ بالتأكيد، بالإضافة لأنه نحن زي ما قلنا بناخد المعرض كمنصة لإطلاق المنتجات الجديدة، أكيد نحن كمان منوفر تخفيضات خاصة للمصورين. حلو. بمناسبة المعرض تقريبا يعني هذا أهم شيء، إنه نحن بنحرص زي ما ذكرنا على إطلاق التشكيلات الجديدة، التكنولوجيا الجديدة، الموديلات الجديدة، زائد خصومات للمصورين. حلو. كيف تبتون فكرة التغيير؟ يعني هل تشوفون السوق شو يحتاج أو التطورات شو تحتاج؟ اليوم عملية التطوير البعض قد يتخوف من مسألة أني أغير، يعني فبالتالي كيف قاعد تواكبون أنتم التطوير لحظة بلحظة؟ تماما. عملية التغيير بصناعة الألبومات صراحة تمثل بصورة كتير مشابهة لموضوع الفاشن أو الأزياء بالنسبة للنساء. فمثل ما بنعرف أنه سنويا في موديلات وأشكال جديدة بتنزل. صحيح. فنفس الشيء هذه الصناعة هي تأخذ نفس المنحنى. نعم. بالنسبة لموضوع صناعة الألبومات، فنحن كل عام في عنا منتجات. على سبيل المثال، من وقت ما بدأت أنا في هذه الصناعة كانت الجلود والحقائب كانت هي الموضة، ولكن اختلفت، واليوم عندك الصناديق زائد الأقمشة والمخمل والفلفت والأمور هذه هي صارت الموضة. ففعلا هي في تطور مستمر وفي تغيير مستمر كمان. أكيد. أستاذ طارق، تشاركون في هذا المهرجان للمرة الثالثة مثل ما ذكرت في البداية. تماماً. صحيح؟ تماماً. شو الجديد اللي تقدمونه اللي يختلف تماماً عن الأشياء والبرامج اللي قدمتوها في السنوات الماضية؟ تماماً. مثل ما ذكرت، في عنا تشكيلات جديدة موجودة بالستاند عنا. نعم. معروضات جديدة، موديلات جديدة، بخامات جديدة. نعم. يعني كما نشاهد الآن مشاهدينا مرور سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بالقرب من منصة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهو يستكمل جولته المستمرة في أروقة المهرجان، يطلع على المعارض المنتشرة، على أبرز الصور، ويتحدث مع المصورين. يعني مشاهدينا نستكمل حوارنا مع أستاذ طارق، وعذرا على المقاطعة، نتحدث عن الجانب الذي كنت تتحدث عنه. نعم، كنا نتكلم عن الجديد بالنسبة للعام اللي بيميز عن العوام الأخرى. زي ما ذكرت، بما أنه المجال تبع التصوير وصناعة الألبومات هو صناعة متطورة وكل عام لها جديدها، فنحن حرصنا هذا العام على تقديم آخر الموديلات الحديثة بالنسبة لشركتنا. نعم. وزي ما ورجينا قبل شوي كمان عملية دمج التكنولوجيا والباكيجات الجديدة. نعم. يعطيك الصحة والعافية أستاذ طارق، نحن شاكرين لك تواجدك معنا. التوفيق. الله يسلمك ويعافيك، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الله يا رب. يخليكم. شكرا.